دوم طلابنا كلهم متجمعين هنا يظهرون يقدمون عن حقهم، وبما انهم من زوج جسر فهنا قوات قاموا برمي عليهم القنابل الصوتيه وما يمنعهم يخلوهم شو اسمه يقول حقهم في ساعه التحرير. وهنا من اول ما سوا في دولات وينهم يضربون عليهم رمان كله صوتي ما يخليهم يعبرون عشان يضربون العوادين يضربون الطلاب كلها اطفال قدامنا. شوف طلاب صف الرابع ابتدائي وصف خامس ابتدائي. طيب هذا المواطنين مو عراقيين يعني مو جيش مو حمايتنا؟ شو بالعكس ضدنا هذا الشيء ليش؟ مو كل العراقيين احنا هلا واخوه؟ بالعكس المفروض ابو الجيش يصير ويانا مو يصير ضدنا. هذا كله باطل. وين هالدوله؟ خلي نشوف هاي كلها رمان صوتي كلها علينا.